اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولاً بأول. ولد الممثل التركي الشهير خالد أرغنش في مدينة اسطنبول في تركيا عام 1970 ضمن عائلة متواضعة للغاية. عاش طفولة بسيطة وفقيرة عانى فيها من نقص الحالة المعيشية، بالإضافة إلى غياب والده عن المنزل لفترات طويلة وصلت إلى حد 3 أو 4 أشهر، مما أدى إلى انفصال والديه في يومه الأول في المدرسة. هذا ما جعله يصرح في إحدى المقالات قائلا: أبي كان مصدر التعاسة في الأسرة، ولهذا قررت أن أبقى بعيدا عنه وعن الحياة الصعبة التي قام بفرضها علينا. تزوج والد خالد أرغنش 5 مرات وكان لديه العديد من الأبناء، بينما كان خالد هو ابنه البكر ولديه عدة إخوة وأخوات من أمهات أخريات. كما صرح أرغنش أن حياته العائلية كانت مليئة بالمشاكل والعقبات، حيث كان أحد إخوته من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو أخوه الذي يصغره بعامين، كان يعاني من إعاقة ذهنية فرضت على حياتهم المزيد من التحديات. حصل خالد أرغنش على الشهادة الثانوية من مدرسة بشكتاش ليتوجه فيما بعد للدراسة في مجال هندسة السفن وعلم البحار عام 1989. كان شغفه منذ البداية متوجها نحو المجال الفني، كان يحلم بأن يصبح مطربا مشهورا، لذا دخل أيضا هذا المجال وتخصص في الفنون ضمن جامعة معمار سينان في اسطنبول. إلى جانب دراسته الفنون قام بدراسة الأوبرا والتمثيل والباليه والموسيقى أيضا، وبدأ بتقديم الأعمال الفنية التي لاقت النجاح الواسع والشهرة الكبيرة، كان ذلك ضمن تركيا، ومن ضمنها قيامه بإصدار عدة ألبومات غنائية جميلة وناجحة. انتقل خالد من عالم الغناء إلى عالم التمثيل من خلال المشاركة في العديد من الأدوار البسيطة التي أثبت من خلالها موهبته الحقيقية في هذا العالم، وجعل أنظار المخرجين تلتفت إليه ليقوموا بترشيحه من أجل نيل عدة أدوار بطولة ضمن مجموعة من المسلسلات التركية، ليكون خلال وقت قصير أحد الممثلين المشهورين في تركيا. على الرغم من دخوله عالم الفن فجأة عام 1996 وتقديمه العديد من الأعمال، إلا أن أدائه لدور أنور ضمن مسلسل ويبقى الحب كان سبب شهرته على مستوى العالم العربي بشكل عام، حيث تمت دبلجة هذا المسلسل إلى اللهجة السورية، ما جعل الجمهور العربي يتعرف عليه. يعاني الممثل الوسيم من وسواس المثالية، حيث يعرف بين أقربائه وزملائه بلقب الكأس الفارغ، وذلك بسبب نظرته التشاؤمية دائما والتي لا يرى بسببها إلا الأمور السيئة مهما كان عمله ناجحا، مما يحرمه من الاستمتاع بالنجاح الباهر الذي يقدمه. تحدث نجمنا في العديد من المقابلات عن الفقر الذي عاشه في صغره، حيث قال بأنه أمضى أياما عديدة في طفولته لا يأكل شيئا، مما اضطره إلى إعطاء دروس في الرقص مقابل مبلغ زهيد جدا كي يشتري به الطعام. رغم الانفراج والشهرة التي حصل عليها في حياته، إلا أن الأحداث الحزينة لم تفارقه، حيث توفي والده وانتحر ابن أخيه، مما أدخله في حالة حزن شديدة، يفقد بعدها إحدى أهم الأشخاص في حياته وهي الكاتبة مارال أوكاي، والتي جاءت بعدها وفاة صديقه الممثل تونغيل كورتريز، إلى حين وفاة والدته التي كانت الصدمة الكبرى لحياته. تزوج الممثل خالد أرغنش 2 مرات،
المرة الأولى كانت من السيدة جيزام سويسالدي عام 2007، إلا أن زواجهما هذا لم يستمر سوى عاما واحدا. زواجه الثاني كان من النجمة التركية برغوزار كوريل التي قابلها خلال اشتراكهما في بطولة إحدى المسلسلات، حيث يعتبر زواجهما هذا من أنجح الزيجات ضمن الوسط الفني وأكثرها استقرارا. أحب أرغنش اللحية الطويلة بعد أدائه لدور السلطان ولم يعد يحلقها بعد ذلك، وعندما سئل عن السبب قال أنه وجد صعوبة في اقتلاع الشخصية من داخله.